الطاهر الفازع. تابعونا على راديو اكسبريس اف ام .com. زون ميكست. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس، متواصلين مع ضيفنا اليوم الرئيس السابق نادي حمران في السيد المنجي بحال. مرحبا بك سيد المنجي. وصلنا قبلك على ماتش الكلوب اللي نحيت له الشامبيون، هذا اللي هكا بعد ما فزت على اسبيرونس قلت يترشوا عليك شويه. احنا ما نحينا لهمش، احنا لعبنا ربحنا مش المشكلة باش تعمل لي نحينا لهم الشامبيون، ما نحيناش. كانت في طريق الكلوب ولا في ثنيه اخرى ولا؟ كانت في ثنيه الكلوب، وقبلها الاسبيرونس كانت تفكر لعبنا لها جمعة قبل ربحتوها وقتها تعادلتوا تعادلنا معها ونحينا لها المركز الاول. صحيح طلعت الكلوب الاول، قمتوا في الشامبيون وقتها. ها اي بالضبط انت تفكر اما قلت تغشوا عليك، احكي لي شوي. غشوا ما في الاخر وطوى يعرفوا اللي انا عملت الجمعيات كل ما كيف كيف مع لعبنا كوره مره الاسبيرونس مع تعاملنا معها نتيجه طيبه، ومن بعد الكلوب افريكان الله غالب معناتها ما ربحوش معناتها الماتش. ورد بالك راهو حمنل في الوقت هذاك في الموسم هذاك حمنل في الكبيره كيس حالي حمنل في كبيره معناتها ماهوش اي انزاج جمعيه نجم تربحها، معناتها حمنل كانت في المستوى في العلالي من جمله الجمعيات الباهيين في لانه علاش انا نمن بالاستمراريه الملاعبيه استنسوا بعضهم ولاو يلعبوا في كوره حلوه ولات حمدلف تبع فيها وسمباتيك كيب ويحبوها الناس مش حتى ولات حمدلف معناتها وكانت تعمل في نتائج وعملت نتائج حلوه من اعز المواسم اللي عدات. حمادي بوزبيع تغش عليك وقتها. اي احكي لنا شنو علاش وقتها؟ تغش على خاطر قلت في التلفزه قلت ربحنا الفلوس وربحنا النتيجه وربحنا الماتش. شنو اللي فاهم انا؟ تغشش ما عجبتوش. أنا نقول ديما خلي كلمة نقولها سي حمادي بوسبيع راهو بول جمعيات كل مش بول النادي الإفريقي برك، راني أنا كالنادي رياضي حمدلف للبارح واليوم الغدوة راهو ممول النادي رياضي حمدلف واحد ممولين الكبار بتاع حمدلف والجمعيات بتاع تونس الكل عنده فضل عليهم. مش كيما برشا الوحيد. حكيتش معاه بعد ولا؟ لا 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 ما ريتوش لليوم. ريتو مرة وما حكيناش. وحتى كي قابلته معناتها في معناتها اون بريفي مره كيك عرضا معناتها حسيته متغش. وما حكيتوش؟ لا 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 ما تحكيناش لليوم. باهي قلت لي وقفتوا ريسبيرونس عملتوا نول وربحتوا الكلوب. ايه فما شكون محفزكم؟ محفزنا باش نربحوا. ايه هو دوتو تليفازون حتى وكان باش نمشي معاك في الجو. ايه حتى لو كان صارت معناتها سي ليجيتيم. ايه صحيح على الاخر زاد. شنو المشكل؟ اي صار ولا ما صارش؟ تعطيني باش نربح انا معايا انا ما صارتش. بقى صارت مع الملاعبيه طول انا ما عنديش قال زين عابدينك العام ما عنديش حنين من الشمس باش اي اما تعرف الكوليس خاطر انا نعرف اسامي الملاعبيه مش بسميهم اما تعرف الكوادر نتاع ليكيب وقت على الكبار وقت عطاو حفظوهم. والله سامحني انا كان تحب نسميهم لك اما اكيد تعرفهم بعض نسميهم بعض ديميسيون بالطبيعه. انا والله قلت لك انا سمعت كما سمعت انت هاني رئيس الجمعيه وهي الامور هذيا راهي ما تتعداش علنا تو تاخذوا فلوس معناتها جوارات خذت فلوس باش تربح رد بالك باش تربح هي. اي صحيح باش تربح هي. سمعت بعد انا وحكيتش معهم لعبي لا ما حكيتش خاطر جي با دو بروف جي با دو بروف كلام تاع قهاوي قالوا لي معناتها اما جي با دو بروف الحقيقه قلت اليوم جي با دو بروف ما سعيتش باش تجيب بروف ها؟ ما سعيتش باش تجيب هذا تو بربي نسعي باش نجيب بروف وهم رابحين كيفاش نقولوا علاش تربح؟ قول انت خليه ياخذوا وهم يربحوا تفك علي اما انا كنت نجم نعمل حاجه اخرى اما جي با بروف زاد نحي لهم البريم تاع الربح قول لهم هكا ما خذيتو ما عملتيش ما عملتيش وانت عاد وقتها معروف مع الفلوس ما تلعبش مع الفلوس ما تلعبش نعطيني برك ماذا بيا الجوار يغلط مش نعديه على الكونسيل نقص له الفلوس. وعندك الحاجه نتاع رؤساء الجمعيات اللي ما يحبوش برشا ربح. لا على البريمات. اسمعني هذه كان بوصفار الله يرحمه. الله كان بريزيدون تاع حمدلف تسمع به. اي اكيد. بوصفار. عاد يجيو المسؤولين وقتها اللي معاه مش انا. الجماعه اللي يخدموا معاه. سي الساده قرانا باش نخلصوا ربح. ماني عطيتكم توا لا راهو عاودوا ربحوا يسيني من الربح. كان مسكين معناتها هو الوحيد على البريميت على البريميت انيس الزيتوني جارديان وقتها رفض باش يلعب ماتش الكلوب نعم رفض وقتها باش يلعب ماتش الكلوب في الجو جمعيته وقتها احكي لنا تفاصيل هذه علاش وقت الزيتوني ساعه هو مش ناس ملاح معناتها
ولو أني سمحت معك أما ميسالش. علاش؟ نحكي لك هاني باش نعطيك سكوب. الزيتوني وقت قامت القيامة في الجمعة ذيك في الزيتوني يشد ما يشدش ود كلوب ما تنساش فهمت العائلة كلها كلوبيست واحد يشد ما يشدش لا ما تهبطوش لا هبط ولا صارت بوليميك في حملف ما نحكي لكش على القار. عيطت له وقتها في بيرويا أنا نعرف اللي هو عنده مشاكل مع الكلوب خرج من الكلوب خرج متعارك مع الكلوب عنده مشكلة حاسب ما نفكرك يا مشغال ديما كنت الكلوب يعمل ماتشات كبار شكون؟ ديما كنت الكلوب يعمل ماتشات كبار اه؟ جبته بحذايا في البيرو وطلبت له أمه حاجة شنيا حوالك لباس هاو بحذايا ولدك يا سلمنجي خايش لي ولدي راني نحبك راني كذا قلت لها راني سامع لولدك باش يعطي ماتش للكلوب يعطي ماتش للكلوب عملوا فيه شويه وترجنوا كيما تعرف الام كيفاش واحد هاو نعدي لك ولدك حطيته فم مدفع معناها حطيته ما تكلم في امه قدامي قاعد يقام يبكي شوف كيفاش البريباراسيون عملتها له في مخ قال لي وعدى ماتش ما كريتو صحيح انت فاكر عدى ماتش ما فماش مي تو سا سا سو بريبار هذه كلها هذه المسؤول يزمي حاضر ما تشوف مش في التيرا عنده مهمة خارج التيرا ليكوليز حاضر قلت لي تغششت عليه في شنو بعد سمحته فيه غششت عليه جاء في الاخر في الجلسة العامة قال نحب فلوس على سلمونجي بحر ما عطانيش معناتها وقت يعملوا في الانتخابات وكاجتماعات وهو ما يحب عليها حتى فرانك وقال على كل حال الفلوس اللي نحبها مع سلمونجي بحر نهديهم للجون انا فلوس تحب وانا وكذا هذا ما سيدي لازمك تفهم حاجه هذاك وقت اللي عيط له اساله قل له شخذيت شعطاك من جبهه باش جهز لك باش عرست كفاني بالكلمه هذه حكيتوش من بعد ولا لا لا انا ما ريتوش من وقتها من اخر ماتش ومانيش مستعد باش نشوفه متغش عليه متغش عليه خاطر انقرا وانا ما نجمش نقبل قله المعروف بعد ماتش الكلوب ما صاروش ضغوطات عليك مثلا من طرابلسيه ولا حاجه هكا بعد الماتش كلوب كليت على صحة اللي نفديت من عند شكون؟ من عندهم هما شنو من عند شكون؟ يا اخي انا كليت على صحة في الديوانة يا اخي انا الكارير نتاعي كلها فزت في الديوانة كيفاش؟ اش عملت؟ ماشي يا اخي انا اصحابي كل خذاو مديرين عامين ومشاو وفروا تب وخدموا في عز بلايص انا خدمت في زغوان هاي باش نزيدك فهمت كيفاش شنو اش عملوا لي؟ كان عندهم ايد اش تحبهم يعملوا لي اكثر من هكا؟ فهمتك من الماتش هذاك اه بعد الماتش هذاك فما شكون كلمك منهم ولا حاجه قبل الماتش فما ايه اما بعد الماتش بكلمني حد حبوك تسيبوا الماتش معناها شكون كلهم تو مش لازم مش نذكر عماد بالحسن كلهم هم يحبوا الكلوب اما اللي كلمني على الماتش وبكل صدق معناتها نقول ونحب نقول الله يرحمه منصف طرابلسي بعث اخوه وكلمني قلت له قل لي كيفاش نعمل كرئيس جمعيه شنو كيفاش نعمل نعيط للملاعبيه نقول لهم نحبكم تسيبوا رواحكم ارخفوا رواحكم تبارك الله جاي يقولوا رئيسنا تبارك الله قال لنا هكاش مازال فيها حتى احنا تو نسيبوا رواحنا نوليو نبيعوا ونشروا بالفضوحي عرضت عليك مبلغ مالي لا باستحباب معناه باستحباب دوروا لا واللي يقول عكس هذاك نقول له هاتوا برهانكم يا ما كان عارف مبلغ مالي كنت تنجم تمشي معاه ولا؟ أه؟ كان عارف مبلغ مالي على الاقل كنت تنجم تربحوا حاجه. باش نربح حاجه باش نخسر؟ باش نربح ممكن نفهمك. اما باش نخسر الجميع. انت وقتها في طنبكنا وحمد الفشيخه وربح الماتشوات مش الماتش هذاك برك ما حتى الماتشوات الاخرين. اش بيك؟ راهو في العامتها راهو ربحنا الاطوال في سوسه وربحنا السياسات في صفاقس والجمعيات الكل تقلقناه اش بيك؟ نجي سو بليزير لا ما تشريش بفلوس. وقت اللي انت معناتها بداو يقراو لك الف حساب جايتنا حمل فلزمنا فهمت كيفاش؟ لا ما نجمش الحقيقه. وبعد في الديوان اش عملوا لك؟ قلت لي الثوب. ايه ما عندهم عملوا قطع رقبتهم. ما عندهم ما يعملوا انا نخدم في بارتو ما يهمنيش في اي بقعه. فهمت كيفاش؟ المراكز الحلوه كانوا يحكموا فيها ناس معينه حطوا يخدم في المطار حطوا يخدم في بنقردان حطوا يخدم في حق الواد حطوا يخدم في رادس هذوما المراكز يسميهم الكويت. انا ما خدمتش فيهم كمل مع الكليب افريكان مع الماتش الكليب افريكان زدت انا خرجت من زغوان خرجت
خرجت روتريت وفات وانتهت القصة معاهم. فماش عندهم باش يعملوا لي، لو كان جا عندهم يلف عليا راهو ما يبخلوش باش يحطوني في الحبس. مشيت للتطاوين ظهري حطوك في تطاوين اون 94 وقتها استجنت بسليم شيبوب باش ينقلك حاجة هكا وما عملهاش. وقت جاتني النقلة في كنا موفمون كبير، جاني في سبتمبر وعندي ولدي صغير وقتها باش يدخل المكتب أول عام تاعو باش تتفرد العائلة كلها باش يصير فيا. كلمته قلت له راهو كذا كذا كذا، قال لي بها إلى اللي وما قضاهاش كل لطف نقولها له. تتقابلوا بعد تحكي حكيتوش تقابلوا؟ تقابلنا وما جبتلوش هالموضوع لا هكا باش نقول له شبيك ما نقلتنيش. فهمت. لا احكينا شوية على السهرية. وقضيت له في شنو؟ سليم شيبوب اللي هو ما قضاليش وانا قضيت له وريته لمنجي بحرة وراجع. في شنو قضيت له؟ قضيته قضية خاصة مش متاع مش متاع باش تقالس ولي زي ما نجموش نعرفوها. لا حكاية فارقة ما تهمكش برشا وما تعملك حد شيء. قضية صغيرة. فهمت. باهي صديقنا سليم قحبيش اللي هو صديقك كي تفاعل معنا قال لك احكي لنا على السواري نتاع باسكال مشعلان. ما فهمتش علاش جبدها ما نعرفش هو توا باعث يحكينا على باسكال مشعلان. عملت بها دينيغالا في مسرح حمنلف اللي فايت النادي الرياضي حمنلف. بعد في الاخر انا مروح بها ساكنه في الافريكا ليبوك مروح بها هي وامها هي وامها تشكون الاخر في جرتها هي تفلق الواحد نتاع الماء رستنا اون بان ماضي ساعتين ولا هما ثلاثه نتاع الليل مطيشين كشيت عليهم خذيت لهم تاكسي قلت لهم روحوا ما عادش نحب نشوف وجهكم نشوف. طردتها مسكينه المراه طردتها خذيت لها تاكسي مش ساهل خذيت لها تاكسي قلت لهم ما عادش نحب نشوف منظر. اش قالت لك؟ اه اش قالت لك وقتها؟ ترى اش درت لغمجت باللبناني نتاعها ومشيت انا وقتها عندي مخ كرهبة كلها مشيت. باهي الرشوة كانت موجودة في تونس في الوقت اللي كانت موجودة ولا وحتى لتوا هي ديما يحكيوا ما فماش ديز بروف ما تنجمش ما فماش بروف اللي يحكي هي موجودة حاجة سور. ساعات تشوف حكم يعطي كومبورتمون معناتها مش بالفلوس برك يظهر لي هذايا معناتها مش يعور عليها عور فيها وملاعبية كيف كيف ساعات تلقى جماعية مسيبة روحها تسيبها ما زرتش ولكن يجي يعيط له وقول له احلف لي على المصحف او يحلف لك اللي هو ما خذاش وخذا. كنت شاهد على حاجات قدامك صاروا؟ لا. سمعت حاجات؟ سمعت ديما نسمع ديما نسمع اخي شنو ماتش هذا اللي تحكي فيه يا اخي مش سمعت وقتها؟ شو سمعت؟ تاع الاسبيرونس اللي حمنلف اللي ربحت للكليب. هاو جوارتك خذاو هاو هاو اما تجي تشوف ما تلقاش روحك اوكين بروف. كنت شاهد على حاجات صاروا؟ شاهد؟ اي جميل مستحيل يستحيل تعرفت شي انت المحاولات باش نشري تشري ولا تبيع ما نعرفش يا ودي ما تنجمش تكون مش انا معناتها نظيف للدرجه هذه باش تقول السيد هذايا معناتها زيرو فات. أي. يا ودي ما عندناش فلوس باش نشريه باش تبيع به ما عندناش فلوس باش نبيعوا بالبيع عام باش الباب ليش فلوس بيع عام باش نبيعوا احنا كل عام مادين بتطيح اش باش تبيع؟ تي جمعية ديما متكلاسية 13 12 ابارتير من 11 وعن المجيل التالي. بابش باش تبيع؟ باهي نحكي شوية على اللي حملان كيفاش تشوف سيتياسيون تاع الهمامة اليوم؟ نشوفها صعيبة نشوفها صعيبة ماديا أولا خاطر ما فماش فلوس الديون برشا مع أنه الرئيس الحالي معناتها قاعد عامل مجهود كبير أعطاه برشا من مكتوب والفودير لافيريتي معناتها أعطاه برشا من مكتوبه ولكن هذه الديون هذه كأنه خالة أنت ترصها هي تفوج معك معناتها فهمت كما تحلش تبدأ ديون برشا باش تبدأ تحل باب تخلق لك باب آخر وأنت ماشي هكاك معناتها والشر معناتها أو تخلى أو خرج شاري والمصاريف نتاعه الحقيقة ديما نقول له ربي عينك لأنه وكل سبب نتاع هذا هي الديون لو كان ما فماش ديون كانت حوال حملف تكون اكسترا. ما زلت على خلاف مع عادل الدعديع؟ والله ما مش قاعد نشوف فيه وانا نشوف اللي الخلاف هذايا معناتها ما عندوش حتى اساس ما فماش علاش هو شنو السبب نتاعه؟ والله ما نعرف شنو السبب نتاعه والله صدقني ما نعرفش ينجم يكون سياسي
ينجم يكون سياسي، ينجم يكون قول اللي تحب. أمانة نقوله ذا أخي عادل دعدية هذي في برسك ولدي معناتها في العمر وفي اللي تحب انت، معناتها ما عنديش وجه مقارنة. ولدك يا أخي كبير برشا سي مونجين، ما تتوضش كما قلت لك قبيلة كرام. إيه عمري 63 سنة أخويا. عادل دعدية ما يجيش ولدك. أنا أنا عمري 63 صغير، ما يجيش ولدك. إيه معناتها أجي نقول لك أنا نعرفهم عائلة، أنا أبوه كان صاحب بابا برشا باش تبدا تفهم. قبل التجار في حملف، بابا في التجارة، أبوه كيف كيف في التجارة وفلاح، وكان صاحب برشا بابا. وهو طفل صغير ياسر، لما ترباش معايا ما لعبش معايا، ما خرجش للرومبوا معايا، كان صغير توا كما قبل. انا خدمت في الكشافه مع اخوه الله يرحمه علي الدعداع، عمر الدعداع اخوه الكبير توفى رحمه الله عليه. الله يرحمه. فهمت كيفاش؟ هي ما قابلتوش، ما حكيتوش، ما تعرفش شنو، اكيد تعرف شنو سبب. لا ما نعرفش. كلهم ما يتعداش بينكم يبدا رئيس قبل ويشد اللي بعده، يجبد له فرتو. معروف هذه. فهمت. تبقى معناتها نقول انا ديما ربي يهديه. نتصور اللي يرجع له شاهد العقل. نتصور معناتها يرجع له شاهد العقل. ابريتو يا ودي كل حد يخدم. وهو عطاه كما انا عطيت في جانب، ممكن غلطت في جوانب اخرين، وانت كيف كيف عطيت من جانب خاطر جاب برشا فلوس الحمل الفتره شو. باهي نحن نسالك على ملاعب يونس بن شويخه، علاش ما تمتش وقتها صفقه انتقال للكلوب؟ حبت عليه برشا مرات وقتها الكلوب. اي علاش ما تمتش الصفقه وقتها؟ مسالش انا عندي الحق باش ما نجاوبش. علاش؟ ماذا بيا كان جاوبني لا انا باش نجاوبك. انا وصلنا للاخر، وصلنا للاخر باش نعطيه للكلوب. جاوني واتفقنا على السوم واتفقنا على كل شيء. قلت بربي باش يقولوا ديما شاد خليه يمشي في كالي سي لافان سا كارير، خليه يمشي. جمرت لا ما صحتش الصفقه. هي علاش؟ خلينا نعرف علاش. ما لا ما هي سكوب بالحق عطينا. لا والله جو بريفير با نعمل بها مشكله اكثر منه باش تعرف علاش. شكون المشكل؟ لا 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 فك علينا فك. جو تيان نقول لك راني مانيش بنقول علاش ما صارتش الواحد هذا. هو باش نقول لك لانه التغفيس من المسؤولين اللي جاوني يحبوا ياخذوه من الكلوب. من الكلوب وانتهى. واضح. باهي نمشيو لعنا دو روبريك باش نعملو معاك، معناتها عندنا برشا وقت. المنجي روبريك الاولى لوكويز. حاطين واحد لوكويز حسيتك انت كيفاش؟ حاطين لواحد ترشيح كي بكري على شنو؟ نحيوه. ايه ما يجيش. باهي سي المنجي مجموعه من الاسئله جاوبني من غير برشا تخمام. شكون احسن لاعب تونسي تو؟ تو اي. شايبيز. علاش؟ يلزم أنا عندي أنا بدري. أنيس بدري. شكون أحسن لاعب في تاريخ تونس؟ في تاريخ تونس؟ أي محمد العقل. لاعب بطولتنا تشوفه قادر ينجح في الاحتراف في أوروبا، معناها كي نقولوا احتراف. لاعب شنو؟ يلعب في بطولة تونسية توا. تشوفه قادر ينجح في أوروبا يا عم مسيرة باهية. حتى حد. ولا واحد. شكون أقرب لاعب ليك؟ أقرب لاعب لي أنا؟ معناتها علاقة عندي معاه؟ أي. أنيس بن شويخ. أحسن مدرب تونسي توا؟ شو نقول لك؟ العبيدي، فتحي العبيدي. إيه ولد حملان في خاطره. ولا ونجح. ونجح باهي. ماتش ما تنساهش. ماتش بتاع 3-3. بونتو ما تنساهش. بونتو أنيس بن شويخة ضد الترجي آخر ماتش في البطولة، كورة مشيت مشرولة في كفران 0-0، والإسبرانس يزم ما تربحوا الماتش باش تهز البطولة. يماركي لها بونتو، يخرج الجول شو اسمه بتاع الإسبرانس توا شو اسمه بن شريفية، معز بن شريفية، الكورة مشيت مشرولة يسخيبها ماشية أغوش دور في آخر وقت ترجع على اليمين وتتمركز. باهي. شكون أقوى جمهور؟ نادي الافريقي. اقرب جمعيه ليك بعد الهمهمه؟ ترجي. علاش؟ لانه عائلتي كلها انسابي، الوسط اللي عايش فيه كله مكشق، عشت في الوسط هذاك. وانت جاي خامس؟ اما راي ماهيش هي الاولى، حملنف الاولى. اي قلت لك بعد حملنف. انت جاي خامس قلت زعما شنو يسالني؟ اي كانت هذه لوكويز. Le
كويز دقيقة ونص سي المونجي نكملوا فيها البريك الأخيرة اللي هي ليكيب تيب. ليكيب تيب نعمل على السرعة نتاعك سي المونجي تعطيني التشكيلة التاريخية لكرة القدم التونسية. أحسن 11 لاعب جابتهم تونس. تو عندي برشا راهو ما نعرفهمش. لا لا حتى من القدم نحكي مش تو. نحكي أحسن 11 لاعب جابتهم تونس أون جينيرال معناها. قدم تو كيف. جول تكون حط. حطوك. أربع مدافعين. أربع مدافعين مختار دويب. يا خويا تو سامبلومون باش نقول لك بكل صدق ليكيب نتاع 78. الكل. ما تولدتش بعدها ايكيب. من 2004 فما حد من لاعبي صحابكم موجود. ما تولدتش كعب نزيدهم بتاترا. ها نقول لك نزيدهم سويح. اسكندر سويح. اسكندر سويح. بلاصته شكون؟ بلاصته شكون؟ طارق ولا حمادي؟ باش نحي واحد. ميسالش هو رومبلاسون بيناتهم ميسالش اما المهم هو اللي في بارتي دي جران. فهمت؟ فهمت. ما تنجمش لا تنحي لا طارق لا العقربي. فهمت؟ نزيدهم السويح شكون الاخر باش نزيدهم الامام جو جمال بناكا في الاتاك بناكا وين باش تحطوا هذوما؟ شكون باش تنحي؟ فهمت؟ هكا هو سينو معناتها الحقيقه اللي نشوف فيهم يلعبوا توا ما نجمش نحط حتى حد منهم. واضح. شكرا لك سي المونجي شرفنا اليوم بحضورك بحضان. عايشك. دونك هكا نوصلوا لنهاية حصة نتاعنا. شكرا أماني بن نصر في الإخراج. قبل السبت الجاي في نفس التوقيت في زون ميكس من 3 حتى 5 متاع 20. خليكم مع ست الحبايب اختيار المجيب حرف.